فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. جزاك الله عنا خير. طيب شيخنا، هذا سأل الأخت فارس، سألت ثلاثة أسئلة. سؤال الأول، تقول عليها قضاء من رمضان الماضي وصامت عرفة، يوم عرفة، هل يكفيها عن القضاء أم أن عرفة يصام لوحده فتقضي يوم آخر عن قضاء يوم رمضان؟ للمسلم أن يصوم النافلة ولو لم يصم ما عليه من أيام في رمضان، فإنه لا دليل على المنع، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي صيام الست من شوال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعني من أراد أن يحوز على ثواب الأجر، أجر السنة، عليه ألا يبدأ بصيام الست حتى يقضي ما عليه من رمضان. أما ما عدا ذلك، لو أن المرأة أو أن الرجل صام عاشوراء قبل أن يصوم ما عليه من قضاء، أو صام عرفة، أو صام أيام البيض، أو صام يومي الخميس والاثنين قبل أن يقضي ما عليه، فإنه لا حرج في ذلك، إنما يستثنى مثل ما ذكرت صيام الست من شوال.